الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا تراصوا أكملوا الصفوف أكملوا الصف الأول بالأول Read the first row first. So we're not going to another row without filling the first. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب
شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من الأخطاء الشائعة التي تلاحظ في بعض المصلين يعني الإسراع، عندما يدخل المسجد والصلاة تكون قائمة، يجد الإنسان يجري إلى الصلاة، يعني يجري بسرعة، وهذا مما يعني يخالف الخشوع في الصلاة، لأن الإنسان إذا يعني ثقات قلبه تصبح سريعة وسرعة نبضه سريعة لا يطمئن في صلاته. One of the common mistakes we noticed when people enter the masjid and the salah is being established, you see them running to the salah so that you know to catch up. But this is first of all not of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised us that we, when come to the salah, we should come while we are in tranquility and in comfort. But when you run to the salah, your heart pulse, you know, is high, and you are not really in a state of tranquility. So when you come to the salah, you lose that for sure. You know, you're catching your breath, and you're not really concentrating on the salah. If you are not concentrating on the salah, then you are not living the salah. You are out of that. You are still going to take some time to calm down and to rest, and then you are prepared to concentrate on the salah. So when you see the salah established, don't run. Just walk the way you walk normally. Whatever you catch up, then alhamdulillah. Whatever you miss, you complete after the imam, after them, you know. Whatever rak'ah you missed, you complete it after Imam says salah, says salam. The other thing that is noticed also, that when someone is making sujood, someone is making sujood not on the seven bones that Rasulullah advised us to. And these are the palms and the forehead, including the nose, and the two knees and the toes of the feet. So these are seven bones that Rasulullah ﷺ told us to make sujood on. Some are noticed to raise their feet up. They raise their feet up when they make the sujood. So they make sujood, but their feet are in the air, not on the ground. So this is, yani, subhanAllah, one of the common mistakes as well. Some, when they make sujood, they make sujood like this. They put their elbows on the ground. This is also wrong. We should put our palms on the ground, and then we should distance our elbows away from the ground and from each other.
this is the way also, and some of these yani common mistakes that some of us make in Salah, and I wanted just to point them out, inshallah. If there are more, we will be mentioning them, inshallah. JazakAllahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.